بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم جديد الربح من الإنترنت. إن شاء الله دائما مع تغطية خاصة حول ما يقع بين البيتكوين كاش والبيتكوين. كيف ما شفتوا اليوم في كوان ماركت كاب 207 مليار دولار، دومينونس ديال البيتكوين 53.8، وفهاد النهار كيبان بأن البيتكوين هو اللي منتصر، لأن كيف ما شفتوا 6698 تقريبا 6700 دولار، والماركت كاب 111 مليار دولار تقريبا 112 مليار دولار، في حين ان البيتكوين كاش انحدر 22 تقريبا 22 مليار دولار. كيف ما شفتوا ب 1305 دولار لكل بيتكوين كاش. ولكن حدثوا مجموعه من الامور اللي خصكم تعرفوا، منهم ان البيتكوين كاش دار واحد الابجريد، واحد لاميزاجور ديالو ودارت اليوم وكانت دارت بنجاح، وان البيتكوين كاش اظن انه لن يستسلم في هذه المرحله، ما غاديش يستسلم في هذه المرحله ويخلي البيتكوين رياضه. ضروري غادي تكون غيكونوا دي كونتر اتاك للبيتكوين. فوالا، نشوفوا دابا لي شارت بالنسبه للشارت ديال البيتكوين. كيف ما شفتوا دابا كان فيت كان كان البيتكوين كاش نزل من 0.21 تقريبا، من 0.23 نزل الى 0.19. بالنسبه للناس اللي كيديروا سبريد، راه البيتكوين كاش هو مزيان السبريد، يعني الطريقه ديال السكالبين كيف ما كيقولوا ليها، ولكن كاين واحد لو ريسك. بغيتي تدخل السبريد، حط 50% تقدر الرأس المال ديالك ارتفع تقريبا، تقدر تنجح في 50%، يعني تقدر تربح في 50%، ولكن كاين واحد 50% أخرى ديال الخسارة، لأن راه فلكتواسيون ولا لو شونجمون ديال ولا التبادل، يعني الثمن كيطلع وكيهبط في واحد بواحد السرعة اللي خطيرة جدا، يعني خاصك تحكم انت في الميكانيزمات ولا كيفاش كتبيع وكيفاش كتشري، يعني تشري بأقل ثمن تقدر تبيع بأكثر ثمن. ولكن ديما دير بان الثمن يقدر يهبط بواحد السرعه كبيره ويقدر يطلع ثاني بواحد السرعه كبيره جدا. هذه نقطه مهمه اللي خصنا نهضروا عليها، هو السكالبين ولا كيف ما شفتوا دابا وصل 0.2، كيف ما شفتوا تزاد ب 5000، ها هو توا نقص. دابا انا نشوف واحد 2 مينوت، نشوفوا غير واحد دقيقه، شوفوا تزاد 99000، 5000 هو ب 5000، يعني كيف ما شفتوا لا فلكتواسيون اللي كاينه خطيره جدا، يعني فيها الارباح كثيره جدا ولكن فيها ايضا الخساره، يعني خصكم تاخذوا بعين الاعتبار هذه القضيه. هذا 0.2، يعني تقريبا البيتكوين كاش يشكل خمس البيتكوين، هذا من جهه. ولا جينا نشوفوا البيتكوين تقريبا ديال البيتكوين، كيف ما شفتوا البيتكوين رجع قريب في الخط، ولا قريب الخط ديال المقاومه ديالو، ولا داز من هاد المقاومه هذا، ان البيتكوين يقدر يطلع لواحد القيمه كبيره جدا اذا اخترق هاد المقاومه. ولكن كيف ما شفتوا هناك البيتكوين كاش الذي كيقاوم حتى هو بشده، شوفوا لا فلكتواسيون اللي قلت لكم من 0.2 غنهبطوا لواحد 1000 مثلا، 1198000، من 0.2 هودنا ل 198000، نقدروا نطلعوا 0.2 دابا، يعني لا فلكتواسيون كاينه كبيره وكبيره بزاف. هذا من القضيه على القضيه ديال سكاربين. عفوا، نعاودوا نرجعوا ل رجعوا للبلوك تشين بوان انفو، نرجعوا للبلوك تشين بوان انفو، هذا لو سيت هذا اللي فيه جميع المعلومات على حساب البلوك تشين وعلى حساب البيتكوين، وفي الواليت حتى هي ديال لا بلوك تشين. حنا اليوم غنهضروا على لا سيكسيون داتا. هاد لا سيكسيون داتا هي فيها تقريبا مجموعه جميع كل ما يتعلق بالبيتكوين، وهذا هي لا بويسونس ولا القوه ديال البيتكوين، من غير انه ديسونتراليزي نوعا ما، انه لا مركزي نوعا ما، ولكن ان الكل من هاد كل الناس المنخرطين ولا الغير منخرطين في الشبكه ولا في لا بلوك تشين كيقدروا يشوفوا
جميع المعلومات على لي ترانزاكسيون، على لا بلوك تشين، على البيتكوين، على اي حاجه، يعني كل شيء كاين، كل شيء كاين واكسيسيبل من هذا البلوك تشين. اللي كيهمنا حنا في هذه القضيه هذه هو مزيان تدخلوا لا بلوك تشين وتشوفوا لي شارت باش تعرفوا مجموعه من الامور. مثلا هنا لو نومبر دو ترانزاكسيون اون اتونت، وهذا هو المشكل اللي مطروح حاليا وغادي نشوفوه. غادي نشوفو تقريبا، شوفو لو نومبر دو ترونزاكسيون كان هنا وصل لو سومي، وصل للقمة، وهو بدا كيهود في لو نومبر ديال لو ترونزاكسيون اللي كاينين اون اتونت، يعني ديال البيتكوين. باقي ما تكونفيرماوش، كيف ما شتو كان وصل للقمة ودابا هود، هو تاني طالع. اللي غادي يهمنا ايضا من هاد لاشارت هادي، نقدروا نشوفو مجموعة من الامور، ولكن ما غاديش يتسع بالوقت. نقدروا نشوفو غير الحوايج المهمة، وانتوما فاش يكون عندكم الوقت تقدروا تدخلوا وتشوفوا كومون سا ماركس، باش ديروا لي زاناليز ديالكم وتعرفوا كيفاش لا بلوك تشين خدامة، كيفاش البيتكوين خدامة. هادو هو الهدف، لان ماشي خصنا نبقاو نفكروا غير بواحد التفكير محدود، اللي هو ندخل باش ندير تراد، نشوف العملة واش غتطلع واش غتهود، الثمن واش غادي شاد العملة مزيانة ولا ما مزياناش. لا سي با سا، ماشي هذا هو البيت القصيد كما كيقولوا. وخاصنا نتعلموا شنو هي لا بلوك تشين، نتعلموا شنو هي لا تكنولوجي ديال البيتكوين، نتعلموا مجموعة من الامور اللي غادي تفيدنا من هنا لقدام، باش نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع العملات الرقمية. ضروري خصنا نميتريزيو لا نوسيون ديال البلوك تشين، لا نوسيون ديال المينين ولا الميناج، يعني التعدين، مجموعة من الأمور. نعرفو تاني لا ديفيكولتي، نعرفو مجموعة ديال الميناج، نعرفو مجموعة من الأمور. ما نبقاوش مقتصرين على الجانب الربحي الصرف 100%. إلا تبعنا هذا الجانب هذا، ما غادي غادي نلقاو راسنا ما كنستافدو والو، ما كنزيدوش لقدام. هذه هي الوجهة ديال النظر ديالي، وهذا هو المنطلق ديال هاد لي فيديو كاملين، والقناة اللي درنا، ولا لو جروب اللي درنا في تيليجرام. وكنشكركم كاع الناس اللي كاينين في تيليجرام، كنشكرهم واحد بواحد انهم كيعطيو الوقت ديالهم والمعلومات كامله كيحطوها للاخوان، وهذا شيء جدا، لان لا بلوك تشين ولا لا كريبتو كورونسي لما كانت اون كوميونيتي اللي متعاونه، اللي سودي واحد لا كوميونيتي اللي متعاونه وكتبارطاجي لانفورماسيون، وما غاديش نمشيو بعيد، لان كل شيء على لانفورماسيون وعلى الخبر وعلى المعلومه. فوالا، بلا ما نطول عليكم، ونشوفوا هاد لي شارت هادو. نقدروا نشوفوا مثلا هاد لا شارت هادي كتقول لينا لا مركزيه ديال هادشي ديال المينين ولا اللي كيديروا الميناج، فين كيتمينا البيتكوين للشركات الكبار ديال البيتكوين. كيف ما شفتوا هنايا تقريبا 51% ديال البيتكوين كاين عند هاد الناس هادو، تمينا عند هاد الناس هادو، اكثر من 50% لو وصلنا لهنا. انت بول شاش سلاش بول سلاش بول فيا بي تي سي، فيا بي تي سي ديال الصين، بي تي سي دوت كوم. شوفوا تقريبا فين كاين البيتكوين في العالم، هادو تقريبا بلو بورسونتاج 17% هنا، 13.1% تقريبا. هادي لا شارت ديال لا كونسونطراسيون ديال البيتكوين اللي كاينه في العالم، والناس الشركات ديال المينين اللي كيديروا ديال المينين ديال البيتكوين. باش تعرفوا بان لا نوسيون ولا المفهوم ديال لا مركزيه هو محدود جدا، محدود في البيتكوين، كونه انه مجموعه من الشركات العملاقه عندها واحد البورسونتاج كبير في البيتكوين. هذا من جهه. وهنايا كيف ما شفتوا لو طو ديال الهاشاج ديال البيتكوين، يعني التعدين ديال البيتكوين، الطو ديال التعدين ديال البيتكوين نزل واحد المستوى كبير جدا، يعني المعدين هذا الاقبال ديال المعدنين على البيتكوين. كيف ما شفتوا كان تقريبا 11 مليون 0.11 مليون و49 ألف، ونزل
لهنا ينزل 5426، وما كيتاجوستاش هاد لوطو ديال الميناج فاسيلمون. المهم بان نزل تقريبا بالنصف بالنصف، هذا نظرا لان المعدنين اللي كيعدنوا البيتكوين مشاو البيت كيعدنوا في البيتكوين كاش. علاش كيعدنوا في البيتكوين كاش؟ لان النيفو ديال الديفيكولتي ديال البيتكوين كاش اقل من البيتكوين، زياده على ان لو بروفي هنا كيربحوا اكثر من البيتكوين كاش على حساب البيتكوين. ولي ماينر كيفكروا في الـ في الـ في الـ ما كيفكروش اكثر في لا تكنولوجي ولا شنو هي العمله اللي غيعدنوا، كيفكروا في لو بروفي في الربح. الا غتعدن واحد العمله اكس وغتجيب لك واحد الثمن اكثر من واحد العمله ايكغيك، اوتوماتيكمون غتنزل هذيك العمله الاولى اللي فيها لو بروفي مزيان، واخا تكون ماشي جيده ولا ماشي واخا تكون الاخرى احسن منها في الجوده ولا في لا تكنولوجي. المهم عندهم هما عندهم هاد المينين ان بيزنس، خاصهم يدخلوا الفلوس منه وخاصهم يمينيو الماكسيموم، ياخذوا الماكسيموم دو بروفي الميناج ديالهم. هذا من جهه. المهم هنايا كيف ما شتو لو كود ترانزاكسيون حتى هو اللي نقدروا نهضروا عليه، طلع بواحد درجه كبيره جدا، لان البيتكوين طلع في الثمن ديالو، طلع لواحد قيمه كبيره. ولات الا بغيتي دير ترانزاكسيون كتخلص على 5 دولار 10 دولار، الا بغيتي تسرع ترانزاكسيون الا كانت تقدر تخلص حتى 100 دولار باش تسرع الترانزاكسيون. فوالا يعني هنا كاين واحد المجموعه ديال لي شارت لي مهمين جدا، تقدروا تشوفوهم. ما غاديش نطول الفيديو بزاف باش نشرحوا جميع لي شارت، ولكن اللي شفتوهم غادي تتضح لكم الرؤيه على حساب البلوك تشين، على حساب لا بلوك تشين وعلى حساب البيتكوين. هذا من جهه. فوالا نتمنى نكون توفقت في الشرح ديال هذه الحلقه الموجزه حول لا بلوك تشين وحول ما يقع بين البيتكوين والبيتكوين كاش. ولا مشيتوا لتويتر غتلقاو مجموعه من الاخبار ومجموعه من الصراعات اللي كاينه بين الفرقه ولا بين الكور ديال البيتكوين كاش وبين لي ديفلوبور ولا كوميونيتي ديال البيتكوين. كل واحد كيدافع على العمله اللي كيبغي والعمله اللي كتبان ليه هي اللي مزيانه بكل القوه ديالو، حاطين زانفيستيسمون كبار. فوالا نتمنى نكون توفقت الشرح ديال هذه الحلقه. ما تنساوش تابونوا معنا، الا عجبتكم الحلقه ديروا لايك، الا ما عجبتكمش الحلقه مرحبا ديروا ديسلايك، ما كاين حتى شي اشكال. وفوالا هادشي كلشي بالنسبه لهاد الحلقه هادي. تبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.